تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط. تم يوم أمس افتتاح فعاليات النسخة السابعة من المؤتمر والمعرض العالمي للصحة والسلامة والبيئة الذي حمل شعار الكفاءة والمرونة والاستدامة، والذي تنظمه شركة إيكونكس بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من شركة أرامكو السعودية وشركة غاز البحرين الوطنية بنغاز والعديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية. في إحلال شروط الصحة والسلامة وتوازن البيئة السليمة داخل أي منشأة مهما كانت طبيعة القطاع الذي تعمل به، ضمانات مؤكدة لاستمرارية التنمية التي تنشدها وديمومة لإنتاجية محققة لن تتمكن من استهداف عجلتها نصال المعيقات لإيقافها حتى لو أمطرت عليها من كل جانب. الكفاءة والمرونة والاستدامة شعار توسدت معاييره أرض النسخة السابعة من المؤتمر العالمي للصحة والسلامة والبيئة الذي سيعمد من خلاله ما يزيد على 1000 مشارك من رؤساء تنفيذيين وأكاديميين ومهتمين بالقطاع النفطي لتبادل الخبرات والوقوف على آخر التطورات والتطبيقات الحديثة التي طرأت على بدن مجال الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة من خطر الانبعاثات السامة الملوثة لها. اليوم يعني صحة الموظفين والعاملين في المصانع مهم جدا، فنرى اليوم يعني كبار الشخصيات من الشركات الصناعية في المنطقة حاضرة في هذا المؤتمر، يدل على اهتمامهم في هذا المجال. أهمية الصحة والسلامة المهنية سواء بالنسبة لسلامة الأشخاص أو سلامة الممتلكات أو سلامة بيئة العمل ككل، وبالذات في شركات النفط والغاز، يعني المخاطر لها تبعات يعني مكلفة جدا. نخبة من المتحدثين المتخصصين سيمنحهم المؤتمر فرصة تعميم الجدوى الآتية من وراء ترسيخ أهمية ثقافة الصحة والسلامة المهنية في تنمية الموارد البشرية. متى ما وجدت أسس هذه الثقافة وبالتالي علم بها وعرف بها وقام بتطبيقها كل من يعمل ضمن المؤسسة، فبالتالي نحن نصل إلى أعلى درجات الإنتاجية والرفاه الصحي. دون الصحة والسلامة لا يمكن، لا يوجد تنمية ولا يوجد ربحية ولا يوجد استمرارية في العمل. الصحة والسلامة المهنية هي احنا نقول عنها البرودكتيفيتي وهي الانتاجية. بدون الصحة والسلامة المهنية لا يمكن ان تنتج شيء، لا يمكن ان انت تبعث ثقافة الصحة والسلامة بسهولة. المعرض المصاحب للمؤتمر هو ايضا من حظي باهتمام جميع المشاركين الذين اطلعوا على احدث الابتكارات التي جاءت بها أكثر من 50 شركة محلية وإقليمية ودولية. مؤتمر سيشهد في أيام انعقاده تفعيلا للغات النقاشات المستفيضة ستخوض في عدد من المواضيع، إذ سيحوي على 4 جلسات نقاشية و16 جلسة فنية و7 ورش عمل متخصصة في تناول الحلول ووضعها أمام التحديات التي قد تواجه مجال الصحة والسلامة والبيئة. إذا كانت الحاجة أم الاختراع، فمن الممكن أيضا أن تدعوك الحاجة لتحديث طرق تفاديك لما قد يحوم حولك من مخاطر لا يمكن التنبؤ بحدوثها، الأمر الذي من المؤكد أن يكفل لك مزيدا من الصحة والسلامة في البيئة التي أنت جائل ومشغول في محيطها. لتلفزيون البحرين محمد الرشيدات.